أنا يمكن لأني آتي من القطاع الخاص لا أعرف كثيرا في التقنيات البروتوكول والتكريم والتسليم، وأكتفي بأن أقول أني أحييكم جميعا أصحاب المعالي، أساتذتي، أصحاب السعادة وأصدقائي، وكلكم أفضل مني، فلذلك حتكلم بلغة التلميذ مع أساتذته. في شخص الأستاذ والصديق ناصر القحطاني، أحييكم شخصا شخصا، ومكانتكم أكبر ولا تحتاج إلى تكريم مني. أنا أريد أن أتكلم في موضوع واحد، يعني يمكن لأن هذا الموضوع الذي يشغلني في مستقبل الأمة العربية، وهو مرحلة ما بعد التجارة الإلكترونية وما بعد الاقتصاد الرقمي. إحنا الآن نتكلم عن كيف تستعمل تقنية المعلومات والاتصالات الICT لتطوير نشاطات الاقتصادية كلها. منظمة التجارة العالمية، واللي كان لي الشرف أن خدمت على مجلسها، رفضت أن تتجاوب مع طلبي بأن ندرج اتفاقية التجارة في المعرفة. أكبر شركات الدنيا الآن ليست بضائع ولا خدمات، هي تجارة معرفة. شو أقصد بالمعرفة؟ أبسط مثال هو جوجل. أنت عندما تشتري المعلومة من جوجل، وهي تجارة، لأن العام تعريف التجارة هو تقديم شيء سواء كان سلعة أو خدمة مقابل مبلغ، هاي التجارة. طب في أكبر تاجر في الدنيا جوجل أو أمازون أو إلى آخره أبل، أنت تشتري البضاعة ولا تدفع ثمن، يدفع ثمنها المعلن، شركات الإعلان هي التي تمول الموضوع. هذا الموضوع حرماننا نحن الدول النامية، وإن كانت الصين تعتبر نفسها دولة نامية وتحارب بالمنظمة على أن تظل دولة نامية، أتكلم الدول مثلنا، الدول التي مثلنا لا تستطيع أن تنافس دون أن يكون هنالك اتفاقيات ونظام للمتاجرة بالمعرفة، مش استعمال المعرفة. وعندما أتكلم عن المعرفة أنا أقصد الICT Information and Communication Technologies. وكان لي الشرف أنا أني ترأست فريق الأمم المتحدة في سنة 2001 لرسم هذه السياسات التي تتعلق بالمعرفة والعمل على الإنترنت، وكنا دائما نواجه بصعوبة اسمها أن الإنترنت فضاء آخر. الرأي الأمريكي في وهو مالك الإنترنت أنك لا دخل لك بالإنترنت لأنها ليست في هذه الدنيا وليست مربوطة بحدود ولا سلطة، فكيف بدك تنظمها؟ طب خلينا ننظمها. اقترحت بالتكليف من الأمين العام أنشأنا مركز مؤسسة لبحث الموضوع اسمها إنترنت، دعيت لها في الأمم، واجتمعنا كإنترنت غوفرنانس فورم. هذا الغوفرنانس فورم بأمر من مالك الإنترنت هو فقط للحوار، ولا يسمح لكم بأن تبحثوا في مواضيع تنظيم أو إدارة الإنترنت، ويبقى هذا الموضوع إلى أن يأمر الله بأمر آخر. هذا يعني أنه علينا نحن أن نتخذ إجراءات لنتغلب على هذا الموضوع. فاللي أنا أقترح، أنا بشخصي المتواضع وبشخصي الذي يدرك أنكم كلكم أقدر مني، أن صنع المعرفة، وهي مثل صنع معرفة أمازون، هو
الطريق لصنع الثروة. الآن أمازون، ألون ماسك إلى آخره، أبل، حجم الشركة الواحدة مجموعة الدول. هذا هو مستقبل الدنيا. ولذلك أنا دائما أطالب وأرجو من الحكومات أن تخصص في الاستثمار دائرة للاستثمار في المعرفة. يعني وزارة الاستثمار الآن تنظر في بناء عقار، في مشروع صناعي، في مشروع بأي شيء، وتنسى أن الاستثمار الأول والأهم في الدنيا هو الاستثمار في صنع المعرفة وليس استعمالها. أنا عم بحكي يعني مش عم أتكلم عن التجارة الإلكترونية، هذه ماضي، أتكلم عن صنع المعرفة. هذا يتطلب خلق بيئة استثمارية لصنع المعرفة، وخلق البيئة أساتذتي أخبر مني هي ليست عملية توجيه نداءات وتوصيات ودعم، بل هي عملية بدأتها كتجربة أمريكا في سيليكون فالي، لأن الصين أخذت هذا المشروع بجدية أصبحت الآن هي مصنع العالم وتاجر العالم. فهذا موضوع المستقبل الاقتصادي، هذا هو. ولماذا أنا أركز على هذا الموضوع؟ لأن موضوع مؤتمرنا حول التعاون الاقتصادي في محيط الإنترنت ليس هنالك قيود ولا نحتاج لاتفاقيات، وهذا الأسهل طريق أن تشجع الاقتصاد هو بأن تنشئ نظام الاستثمار في المعرفة اللي هي مستقبل الثروة. لن يكون الآن أصلا أكبر خمس شركات في العالم هي شركات معرفة، مش شركات نفط ولا مقاولات ولا بنوك. إحنا في حبنا لهذه الأمة نقول إنه علينا أن نقود، عليكم، أنا جندي، عليكم أن تقودوا حملة الانتقال إلى الاستثمار في المعرفة. اختراع واحد، ألون ماسك شو بيعمل؟ شو ببيع؟ وين منتجاته؟ وين مواده الأولية؟ وين مصانعه؟ وين مكاتبه؟ ما فيه. وأصبح الآن أكثر من تريليون، مش مليار، تريليون. هذا يتطلب إجراءات، واحدة منها وتوصيات، واحدة منها نظام للاستثمار في المعرفة. كيف؟ يعني دول بكل حسن نية تعمل توصيات والأنظمة والأخره، لا. الاستثمار في المعرفة يتطلب ما يعرف بالغرب بالجوينت بالفنتشر كابيتال. الفنتشر كابيتال هو غير الكابيتال العادي. أنا مخترع آتي إلى معالي وزير المالية بقول له عندي اختراع، شو أعمل؟ الإجراءات اللي تتم في هذا المجال يتولاها القطاع الخاص، الدولة تنظم فقط. احنا يعني، وأنا بقول كمان مشان أنا حتى أنا أتعلم في هذا المجال، أنا الآن أحد أحفادي يعمل في سيليكون فالي في مجال الفنتشر كابيتال. كيف تستقطب المستثمرين ليستثمروا في الاختراع ويحولوه إلى منتج؟ أنا بمر علي باليوم بصفتنا كبرى شركات العالم في الملكية الفكرية، باليوم يعني بلاش نقول باليوم، بالشهر أكثر من خمس اختراعات من أبناء أمتنا العربية، أم عظيمة، أم اخترعت كل أسس وأصول المعرفة. شو أعمل؟ عندي اختراع. تصدر الحكومة بحسن نية مرسوم يجب تسهيل إقراض المؤسسات الصغيرة والمشاريع المبتدئة. يجب. كيف يجب؟ أنا مستثمر، بقرر أنا، لأن أنا اللي بحدفع في الفلوس. لا، بنقول هذا اختراع في مجال المصارف، بنقول يا مصارف استثمروا في هذا المشروع وحصلوا على ربح، مش إلا أنت تستثمر
لكي تتمنى أو تعطي منحة. وفي الدنيا كلها في مئات الفنشر كابيتال إلا في أمتنا العربية. نحن في أمتنا العربية نستثمر في عقار، نستثمر في بناية، في مشروع صناعي، بس تيجي تقول لي عندك اختراع بقول لك شكرا والله معك يا ابني، أنا مش مهتم بالاختراعات. هذا يحتاج إلى قانون ونظام خاص وثقافة خاصة ومؤسسات تعمل في هذا المجال. نقطة أخيرة، أنا لا أسمح لنفسي بأن أتعدى وقتي. النقطة الأخيرة، أننا أتمنى أن ندرك أننا في هذا المجال لا يحكمنا أحد. أيضا أنت تتصرف بإرادتك الذاتية. هنا يزدهر الاقتصاد. يعني دونالد ترامب رئيس أكبر جمهورية في العالم، أكبر دولة في العالم، أهم دولة حتى الآن، وإن كان ما بدي أكدركم بأن خلال السنوات القادمة سيتغير العالم بكل مؤسساته وتنظيماته والتي وعد بها علنا دونالد ترامب، وسنمر بكثير من البلاوي اللي لسه احنا في بدايتها، ولكن كل ذلك ايضا يجب ان يذكرنا بان في الحروب في رابح وخاسر. ما حدا يستسلم انه الوضع صعب، لانه في الحرب هنالك من يصبح غنيا كشخص او كشركه او كدوله، وهنالك من يدفع الثمن. احنا نتامل انه احنا نكون من المستفيدين ومن اغنياء الحرب، وهذا كلام تاريخ، مش كلام شعر، حقائق. هذا الكلام اللي احنا نتكلم عنه ايضا، اللي هو الانتقال الى صنع المعرفة، هو احد اوجه الدفاع. هذا اللي اسمه زوكربيرج الولد يعاقب رئيس جمهورية امريكا ويشتري، هلا انا بعرف تماما، ودونالد ترامب نفتخر بأنه واحد من زبايننا. دونالد ترامب الآن عم بيطلب موعد للتعاون مع زوكربيرج. هذه قوة صنع المعرفة، هذه قوة مستقبل. وأنا بعرف تماما وحربت في مؤتمرات الأمم المتحدة والمنظمة العالمية للتجارة، لأنني ناديت دائما بوضع نظام وإطار دولي للتعاون في إنتاج المعرفة. معلش، أنا أستطيع أن أقوم فيها لوحدي، كل واحد، لأن كما يقول الأمريكيين وأكرر، هذا الفضاء آخر لا يحكم الحكومات. دور الحكومات المبارك والذي نحن في خدمته وفي ظله. بس أنا لما بشتغل على الإنترنت ما له حدا فيه. يعني أنا يوم من الأيام في إحدى الدول، قصة أخيرة، بيجيني كتاب من سنوات، من أكثر من 20 سنة، من إحدى الوزارات، إنه نما إلى علمنا أنكم تتعاطون التعليم الرقمي. تتعاطون. قلت له يسعدني ويشرفني يا معالي الوزير أن أقول لك نعم، نحن نتعاطى وسنستمر في التعاطي. وإذا كان في لك رأي آخر خلينا نروح على المحكمة. وين بدك تشتكي على واحد بيعمل رسالة على الإنترنت وما فيش؟ أنت بتقول هذا ما فيش في نظام، هذا عالم آخر. وجاءني كتاب اعتذار. هذا اللي احنا السياسة اللي اتبعناها، في أن حولنا مؤسستنا كما تكلم معالي الوزير عن أننا نحن في عالم رقمي وفي عالم معرفي، يجب أن ننتقل إلى مرحلة صنع المعرفة وليس فقط التجارة فيها. صنع المعرفة يجب أن يكون هدفنا. والله لو في أمتنا العربية في كل بلد طلع واحد مثل جوجل، مثل ستيف جوبز، وهو من أصل عربي، دمه عربي، لو واحد بس، بنصبح ونستعيد دورنا كأعظم أمة أخرجت للناس. سامحوني وشكرا لكم.